السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد اليوم 8/9/2021 من مصر. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التي أبداها عدد من الوزراء. وينص مشروع القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 و 112 لسنة 1980 وتعديلات. كما ينص مشروع القرار على أن تلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من آثار سلبية. شكرا لكم. ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد.